هذا التشجيع المجنون الذي يلقاه المنتخب المكسيكي من المدرجات. هذه كرة ثابتة عالية داخل منطقة الجزاء، تمر راسية، الله ما أجمل هذا الهدف، الله ما أجمل هذا الهدف، هدف فنزويلي، يفعلها الفنزويليون، يفعلها المنتخب الذي يقولون عنه أنه ممر عبور لم يسبق له أن فاز على المكسيك، ولكنه يتقدم عليها الآن، يتقدم عليها الآن ويسجل هدف رائع عن طريق اللاعب خوزيه مانويل فيلاسكيز. هي الكرة كيف صلحت وكيف أطلقها قذيفة مدوية لا تصد ولا ترد في شباك الحارس خوزيه كورونا. 1-0 لفنزويلا، 1-0، وأي 1-0 يا الله على الأهداف الجميلة، كم تمتلكك، كم تتفاعل معها، كم حقيقة تحس بجمال كرة القدم. طبعاً بهدوء تماما، من جديد محاولة اختراق كورونا، كورونا كورونا كورونا، التعادل التعادل، المكسيك تتعادل، المكسيك تتعادل، كورونا صنعها، تشيتشاريتو أنهاها، والتعادل يأتي أخيرا بعد عذاب، ولكن على كورونا، كورونا خيسوس هو اللي عامل كل الشغل، هو اللي مهيئ، هو اللي مراوغ، هو اللي مندفع، ودخل منطقة الجزاء وتشيتشاريتو وجد الطريق سالكة. التعادل يأتي أخيرا، ها هو كورونا يراوغ، 1-2، لا والله هو، والله هو، والله هو، هو صاحب الهدف، هو صاحب الهدف، هو تشيتشاريتو لم يلمسها، تشيتشاريتو لم يلمسها، وإنما لمس زميله وعانقه وهناه، والمكسيك أخيرا تتعادل، هدف لا يرد، هدف لا يرد أبدا أبدا أبدا. وخيسوس كورونا، خيسوس كورونا عندما دخل حقيقة مكان اللاعب خافيير أكينو.